السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكيف حالكم أيها الدارتونيون؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وعافية. الكرتون، وما أجمل الكرتون، ومن منا لا يشاهد الكرتون؟ وهناك الكثير من القنوات التي تعرض كرتونات رائعة، ومن بينها MBC3. يبدو أنني لم أتحدث عن الكرتونات التي تعرض على هذه القناة، لذلك قررت اليوم أن أقدم لكم أفضل الكرتونات التي عرضت على MBC3 والتي تعجبني كثيرا. بدون أن أطيل عليكم، اشتركوا في القناة وضعوا لايك للمواصلة ولنبدأ الفيديو. اولا، سلاحف النينجا. يتحدث المسلسل عن فريق من سلاحف النينجا المكون من 4 سلاحف اشقاء: مايكل انجيلو، رافائيل، دوناتيلو، وليوناردو، حيث يشكلون فريقا مكتملا. يمتلكون مهارات فائقه في فنون النينجا القتاليه ويتعاونون معا للتغلب على ما يواجههم من المشاكل. يتدرب الفريق طويلا لكي يصبح سلاحف ابطال غير عاديين. ثانيا، وودي بيكر، وهو عباره عن طائر نقال خشب يتميز بذكائه وبضحكته الرنانه. يتحدث المسلسل عن المغامرات التي يخوضها وودي مع أصدقائه وغيرهم من الشخصيات، وهو كرتون كوميدي ومضحك ورائع. لديه بعض التصرفات التي يكشف بها عن ذكائه وحسن تصرفه، وبعضها الآخر يكشف عن سذاجته وسوء تقديره للأمور. حقا إنه كرتون جميل. ثالثا، كونفو باندا. يحكي المسلسل عن المغامرات المتواصلة للدب بو، محارب الكونفو الحاصل على لقب محارب التنين الأسطوري، والذي منحه إياه المعلم الأكبر. تولى بو قيادة فريق محارب الكونفو الشهير الغاضبون 5 في مغامرات مثيرة ومواجهات شرسة ضد القوى الشريرة من أجل حماية قصرهم والحفاظ على الهدوء والسلام في الوادي الذي يعيشون فيه. رابعا، سبونج بوب، وهو عبارة عن إسفنجة غريب الأطوار يعيش في منزل الأناناس في مدينة قاع الهامور. يعمل في مطعم سلطع برجر للوجبات السريعة مع شفيء حبار، ولديه صديقه بسيط، واللذان يخوضان مغامرات جميلة وشيقة ومليئة بالكثير من الغباء. خامسا، أبطال الكرة، وهذا مسلسل الذي يتناول مغامرات فريق من الأصدقاء يجدون متعتهم وسعادتهم في ممارسة هذه اللعبة، ويتخطون بمهاراتهم المذهلة كل الصعاب والتحديات. يكون الأصدقاء فيما بينهم فريقا متعاونا يقوده حارس مرمى متميز، جاءته الفرصة لإبراز موهبته بالانضمام إلى الفريق الذي يمثل المدينة ويضم لاعبين موهوبين في كل مراكز اللعبة. سادسا، مقالب ظريفة، تدور أحداث المسلسل حول الفتى كوب الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد إحضار أخته ميلي لقط فضائي غريب الشكل إلى المنزل، حيث يورطه ذلك القط الشرير في مشاكل متكررة رغم محاولته المتكررة لإقناع والده وأخته بأن السيد قط ماكر شرير يورطه في المشاكل، إلا أنهما لا يصدقان ذلك ويؤكدان أن السيد قط حيوان لطيف وليس سببا لما يقع فيه من مشكلات. سابعا، بطل الرواية هو أندي لاركن، وهو شاب يقوم بأعظم المقالب في العالم، يحب وضع النكتات العلمية والمزاحة على الناس، دائما ما يتخاصم مع أخته الأكبر سنا، ولديه صديقه داني الذي يشاركه في المقالب، يخوضان مغامرات جميلة ورائعة. ثامنا وأخيرا، ميراكلوس، يحكي المسلسل عن مارينات وإدريان الذي تم اختيارهما ليكونا بطلين لحماية باريس من الشر دون معرفتهما بهوية بعضهما. فمارينات تعرف أن تحت قناع القط الأسود إدريان، وإدريان لا يعرف أن تحت قناع الدعسوقة إنها إيش؟ الدعسوقة الفتاة العادية مارينات. يخوضان مغامرة كثيرة حيث يواجهون الأكوما التي تحكم فيها هوكمون من أجل السيطرة على الناس. ووصلنا لنهاية هذا المقطع، أرجو أنه نال إعجابكم. شاركونا آراءكم في التعليق وأخبرونا عن أفضل الكرتونات التي شاهدتموها على MBC3، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. كان هذا كل شيء. السلام.